أشاد سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية في مملكة البحرين السيد أنور حبيب الله في لقاء خاص لمركز الأخبار عبر تقنية الاتصال المرئي. أشاد بالدور المهم الذي اتخذته مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في سبيل مكافحة فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي. منذ بداية هذا الجائحة نحن شفنا هناك البحرين كيفية هي مواجهة هذه التحديات، وهناك منذ بداية اتخذت البحرين هناك إجراءات حازمة ووقائية لهذه الجائحة تحت القيادة يعني حكيم من صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ويعني صاحب السمو الملكي أمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكمان يعني بفضل الوعية لشعب بحرين وكمان يعني المقيمين هنا. هناك إنجازات كبيرة، إنجازات كبيرة للبحرين يعني في هذه المعركة. والله حتى الآن نحن ممكن نرى هناك هذه الإنجازات في بفضل يعني الجهود كبيرة للبلد. هناك وصلت يعني نحن نعرف يعني في آخر حسب الإحصاءات أخير في وقت أخير هناك وصل العدد الآن منذ يعني كان في شهر مايو كان 3100 حالة يوميا، وحتى حافية أي وقت الأخيرة يعني الآن نزلت تحت تقريبا 100، وبال يعني في 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 نسبة تعافي يعني هذا عالي جدا، ممكن نقول يعني وصلت إلى 99% تعافي من حالة مسابقة.